مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض بانكيك. انا استخدمت المعلقه هذا المعيار والكاسه بهذا المعيار. حطيت معلقه فانيليا، رشه ملح، معلقتين بيكنج باودر نفس هذا المقاس، معلقه سكر نفس هذا المقاس، وبيضتين وربع تقريبا مثل هذا الكوب، كوب الى ربع زيت وكوب الى ربع حليب، وكوبايتين طحين من نفس الكوب تماما. اوكي، 1 كوب. تمام، كوب مي بهالمقدار تقريبا. تمام، هلا بنحط السوائل، سكر، زيت، حليب، فانيليا وملح، بيكنج باودر، ومعلقة السكر، ونحط له طحين، فيني معلقة، نحط الطحين، وبنحط كباية المي. وبنسكرهم وبنخلط. إذا كان الكثيف العجين بهالطريقة بيطلع معاكي كتير سميك. إذا بديك أنت سميك ممكن تكثفيها أكتر. أوكي، عم تطلع معاكي العجينة متنا عريض، كل ما تزيدي مي وتكون أقل بيخف متنا. تمام، فأنا اليوم بدي ضعفه شوي صغيري، رح زده شوية مي وارجع أخلطه. هيك أنا صار جاهز عندي. تمام، هيك أنا جهزت له شوية ماي عشان بحبه بهاي الطريقة، لقيته تقيل قبل صراحة. أنا حاستخدم هذا المعيار، بيعجبني الطريقة. بتحطوا سخانة على النار وتشوفوا الحرارة كيف، إذا أوكي بتبلشوا. هيك بننتظر لك تستوي. انا حعملكم حبه بس عشان تشوفوا كيف ناخذ راحتنا بالسخانه، ما يلصقوا ببعض، ما يصير غلط. شوفوا كيف صارت تعمل فقاقيع. اجيب لكم الكرم. إذا بتحبي تزيدي الكبرة ممكن نعمل بهاي الطريقة، إنك توسعيها تصيري تنزلي شوي البانكيك عنها إذا بتحبيها ضعيفة. بس صرت تفقع هيك، طبعا يعتمد من تحت كمان الواحد قديش بحب احمرارة. هيك بتكون خلصت. فرجيك إذا نعمل مقدار أكبر شوي. أوكي، ممكن نحط معلقتين ومعلقة تانية فوقه. تمام، هيك بتوسعي الكبرى، حبيتيها صغيرة حبيتيها كبيرة مثل ما انت بتحبي. وبنصير هيك نوسعها على دائرة السخانة. يعني هي يعتمد على كل وحدة كيف بتحب تعمل البانكيك. لما يصير في زوايا تحاولي تطلعيهم عشان ما يصيروا اسود ويخربوا طعم البانكيك الرئيسية. شو اسمها احلاها بس قلبناها، وتحسوا المتن تبعها كمان كتير طيب، كتير مناسب يعني قصدي. وهلا بدنا ندهنه بالنوتيلا. تمام، ندهنه بهاي الطريقة. برضو يعتمد انتي قديش بتحبي كمية النوتيلا فيها. انا ما بحب تكون مزنقة كتير، فبهالكمية بتكفيني. طبعا لانه البانكيك سخنه فبس تحطي نوتيلا يصير يذوب معي ويجي على كل محل. تماما، صار سائل. وبنحط الثاني فوقه بهي الطريقه. تمام، هيك بصير عندنا بانكيك نوتيلا.
هلا اذا بدك نعمل طريقه ثانيه، نجيب الكبيره بدهن عليها مثلها. انا اجمالا بحب هاي الطريقه. بهي الطريقة نجي نمسك الساندويشة وبنلفها، قصدي نمسك البانكيك وبنلفها مثل الساندويش. تمام، ممكن نحط عليها رشة فستق حلبي، رشة جوز هان اللي بتحبوه انتو، رشة نوتيلا من جديد. بهي الطريقة بكونوا جاهزين. إذا بتحب بتعمليهم بكونوا جاهزين. وفرجيكم أكبر واحدة عملتها لهلا، يعني شوفوا المقاسات كيف. ونحط عليها هذا المقاس الكبير. بجيب لكم إياه. نعمل تاني نفس المقاس وبنحطها فوق. هلا بنقصها. انا بحب ان يكونوا وحده كبيره تحت وحده كبيره فوق. انت اذا بتعمليهم نفس المقاس ما ظبطوا معك ممكن تقصي الزياده بهي الطريقه. تمام، وبنحل معك الموضوع. بس انا بحب ان يكونوا، شيلي هلا شوفوا كيف، بحب ان يكونوا بنفس الطريقه، وحده كبيره وحده زياده. وهيك بنكون خلصنا. مثل ما قلت لكم ثلاث انواع، ممكن نعملها مثل الساندويش، ممكن نعملها للصغار اثنين فوق بعض بهي الطريقة، وممكن نعملها بهي الطريقة اثنين كبار ونقصهم مثلثات. هذا كان طريقتي لليوم بعمل البانكيك. يا ريت تعملوا لي سبسكرايب وشير ولايك وتابعوني مع كل جديد، ويعطيكم العافية. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك وتدقوا الجرس تعملوا لايك، وشكرا لكم.